تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله في الخير في هذا الصباح الجميل في اليوم الجميل واليوم الجديد من هذا الأسبوع. نصبح عليكم من برنا هذا ومتحدثتكم دكتورة ندى الملا من برنامجكم صحة وسعادة الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي من خلال قناتنا المتميزة قناة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهرة. نرد نقول هذا برنامجكم هو عبارة عن منبركم، نستقبل من خلالها ملاحظاتكم، أسئلتكم، استفساراتكم، شكاويكم، كل ما يتعلق بخدمات هيئة الصحة في دبي. اسمحوا لي في البداية رحب بالطاقم الموجود معي، المخرج محمد الصفار والمنسقة حمدة، ومعاي في الاستوديو مو بنا معاه هو معاي في الاستوديو زميلي محمود يوسف. دائما كلنا معاك دكتورة، صبحت الله بخير وصبحكم الله بالنور مستمعين الكرام، وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معانا 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. مثل ما قالت الدكتورة، اللي عنده أي استفسار أي ملاحظة أي اقتراح حتى ممكن أن يساهم في تطوير العمل عندنا في هيئة الصحة، نرجو التواصل معنا عبر الأرقام اللي ذكرناها قبل قليل. إذن مستمعينا الكرام، أيضا نبغي ننوه برابط التأمين الصحي اللي هو www.isahd.ae. هذا الرابط في كل الإجابات وكل الأشياء اللي متعلقة بالتأمين الصحي. أي استفسار عندكم عن التأمين الصحي ممكن تلاقونه عبر هذا الرابط. ننتقل الحين محمود لأسماء أسماء الجناحي عندنا تعطينا آخر الدارج اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي. صباحك الله بالخير أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل المستمعين. الله يخليك. شو عندك رسالة إيجابية لنا في هذا الصباح يا أسماء؟ اليوم رسالتنا هي عن الشغف أو المعروف بالفاشن. الشغف هو ما يجعلك تستيقظ كل صباح بنشاط وهمة. ما هو شغفك وماذا تحب أن تعمل؟ فنتمنى يعني هي الرسالة اللي نحن نتمنى الناس أن يحددون شو الشيء اللي هم يشوفونه شغف. الواحد لازم يحصل الشغف ماله عشان يقدر يبدع فيه يعني. وغالبا إذا كان شغله هو نفس الشيء الشغف ماله بيصحى وهو كامل نشاطه بكامل قوته بس إنه عشان ينجز هذا الشيء اللي يحبه. جميل يا أسماء. إنزين شو الجديد في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم؟ صراحة هو شيء كم ما له علاقة بالصحة، لكن في شيء يعني مثل وسم يضحك شوية. شو تقول شخص تغير عليك؟ فنحن منها اسمنا نحن ننصح الناس إنه لا تخلي الشخص الثاني يأثر على صحتك النفسية، لأن الصحة النفسية هي تكون دائما في المقام الأول. فإذا صحتك النفسية تأثرت حياتك تتأثر، حياتك العملية راح تتأثر، فأيضا حياتك الخاصة تتأثر. فنحن نتمنى إنه ما نخلي جهاز التحكم مشاعرنا عند الآخرين، سواء تغيروا علينا ولا ما تغيروا. صحيح. جميلة أسماء. أنا أحب أقولها بمناسبة إن هذا الهاشتاج ترندنج الحين، ما أعرف ليش، بس هاي رسالتنا اليوم. جميل أسماء. نذكر بوسائل التواصل معنا عبر التواصل الاجتماعي. حساباتنا على تويتر، إنستغرام، فيسكوب، وسناب شات DHA_Dubai، أما الفيسبوك واللينكدين واليوتيوب فهي دبي هيلث أوثوريتي. شكرا لك أسماء الجناحي. لكم مع السلامة. مع السلامة. إذن دكتورة شو تقولي حق شخص تغير عليك؟ هو تشوف محمود، طبعا احنا في خلال حياتنا اليومية في وايد أشخاص احنا نقابلهم، وايد أشخاص احنا نعرفهم، ممكن يستوي بعض ان شخص يتغير عليك. في شيء مهم لازم يعني نحط ببالنا، اي شخص غير عليك ما نطنش، مثل ما نقول يعني ما نقول هو تغير كيفه، لا، نسأل عن الأسباب. احيانا يكون في سوء فهم بسيط
سبب ان الشخص يتغير عليك ويدي قطع علاقات. فاحنا ما نبغى يعني العلاقات تتم، خصوصا في العالم الصعب يعني في الفتره هاي، في مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت والتليفون في ايد كل حد، تلاقي العلاقات الاجتماعيه اصلا ضعيفه، فما نبغى نقطع ما تبقى منها. جميل. اذا دكتوره نعود إلى بعض الأخبار الخاصة بالصحة. عندنا صحة دبي تستضيف 7 أطباء زائرين في فبراير المقبل. أطباء زائرين من الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، بلجيكا، وألمانيا، وإيطاليا، ولبنان، لتقديم خدماتهم الاستشارية والتشخيصية والعلاجية للمرضى بمستشفيات الهيئة في تخصصات أمراض الأعصاب، التصلب المتعدد، جراحة البدانة، جراحة الفم، الوجه والفكين، وأمراض النساء والمسالك، والشلل الدماغي للأطفال، وأمراض الصرع. طبعا يعني مسألة الصحة دائما ما تستضيف أطباء شهريا متخصصين من مختلف أنحاء العالم، هذه يعني دكتورة ساهمت بشكل كبير في يعني بدل ما أنا أبعث مريض واحد صح للخارج ويتعالج هناك، ليش ما نجيب الطبيب يعالج لي مجموعة مرضى هني، ونحن عندنا أفضل الإمكانيات، أفضل الأجهزة، أفضل حتى الكوادر الطبية اللي موجودة عندنا جيدين، لكن أحيانا ما واحد يحب يعني يشوف هو تبادل خبرات في الأساس محمود. يعني لما نجيب طبيب زائر من خارج البلاد هو عبارة يسوي تبادل خبرات، الحالات اللي يشوفونها خارج البلاد أحيانا تكون مختلفة عن الحالات اللي موجودة عندنا هني. فلما يجي الطبيب الزائر يكون في فائدتين، فائدة أولا إنه فعلا مجموعة كبيرة من المرضى تقابل نفس الطبيب، بدل ما أنا أتكلف لمريض مريض أبعثه خارج البلاد، زائد إنه يستوي تبادل خبرات بين الطبيب الزائر والأطباء اللي موجودين هني، وبالتالي زيد خبرة كافة الطرفين. فهو زيارات الأطباء هذه مفيدة جدا جدا، وتعطي مثل يقول رأي ثاني ورأي ثالث لتشخيصات المرضى اللي عندنا في الهيئة. إنزين سمعي هذه الدراسة تقولك إن في أشخاص الأشخاص الذين ينشطون في مجموعات اجتماعية قد يتمتعون بمهارات دماغية أكبر من أقرانهم في عمر 50، وبحسب الباحثين البريطانيين فإن نتائج دراساتهم تؤسس لدليل على أن الانخراط في النشاطات الاجتماعية المختلفة يبطئ من تراجع القدرات الذهنية المرتبطة بتقدم السن. طبعا الدراسة استندت على تحليل بيانات أكثر من 9000 شخص بالغ في بريطانيا، كانوا جزءا من دراسة صحية طويلة الأمد منذ أن كانوا صغارا، وكانوا جميع المشاركين قد خضعوا في عمر 50 لاختبار معياري لقياس القدرات الذهنية الواعية مثل الذاكرة، التفكير، مهارات التحليل المنطقي. وجد الباحثون بأن الأشخاص الذين انخرطوا في مجموعات تطوعية قد أظهروا مهارات دماغية أكثر قليلا من الأشخاص الذين لم يشاركوا بنشاطات تطوعية. الدراسة أظهرت بأن عوامل أخرى أيضا ساهمت في زيادة المهارات الدماغية مثل المستوى التعليمي، الصحة الجسدية، ولكن أثر النشاط التطوعي بقي واضحا حتى بعد أخذ تلك العوامل بعين الاعتبار. شو يعني هم هاي الدراسة وايد جميلة محمود، يعني تخيلي أثر الأعمال التطوعية في مقولة كانت جميلة جدا، كانوا يتحدثون أن السعادة التي قد تدخل في نفس الإنسان وتساهم في 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 تعزيز صحته أيضا ما في مثلها مثل سعادة العطاء. صحيح، أن الواحد إذا يعطي من غير مقابل هذا يكون سعيد. ذكر دكتورة كان في عندنا يعني أحد الأشخاص العزيزين على قلبي، شو يسوي؟ أنا تعلمت منه يعني بأمانة، أحيانا ندخل ممكن نحن إذا شفنا واحد من العمال الآسيويين ولا كذا قاعد يشتغل يعني، وعطيناه مبلغ ورحنا، إنزين مبلغ من المال بغض النظر عن قدر المبلغ، ممكن يكون قد راتبه ممكن هذا بس وشكله يعني مبلغ كبير، هذا الرجال شو يسوي؟ أول شيء يمسك العامل هذا يسلم عليه، يهمزه، يوديديه، ما شاء الله، شو أخبارك، شو مسوي، كم سنة أنت هنا في الإمارات، ما أدري كذا وغيره وكذا، يقول اسمح لي بس أنا أبغى أعطيك هذا المبلغ، يعني الله يخليك خذه مني، يترجانا ياخذ هذا المبلغ. فشوفي كرم الأخلاق في هذا المجال، ورجل يعني سبحان الله من أكثر الناس المتصالحين مع نفسهم اللي شفتهم في حياتي، فالشيء بشيء يذكر دكتور. صحيح صحيح، ونحن في عام الخير. أكيد أكيد، يعني هذه توجهات كبيرة من القيادة العامة أن الواحد
خلاص يعني عطوها مظلة حكومية، ولكن هي الإمارات، الإمارات دولة خير من استوت الحمد صحيح. لله، وحتى قبل من أجدادنا يعني نحن متعودين، وهذه تعانين في ديننا. صحيح صحيح، وكفاية لما يقولون اسم الإمارات يقولون بلاد زايد الخير، زايد من يوم ما كنا صغار حين نسمع الجملة. عموما دكتورة، نحن بعد الفاصل عندنا إن شاء الله بيكون دكتور فهد بصريب استشاري ورئيس قسم القلب بمستشفى راشد بيحدثنا عن مدينة دبي. شو بلاها مدينة دبي؟ آمنة من الجلطات الدماغية. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. مستمعينا، تمكن أطباء مستشفى راشد من إنقاذ حياة شاب مواطن تعرض لحادث سير أدى إلى تهتك وتمزق في الشريان الأورطي النازل بمنطقة الصدر. يعني حالته خطيرة شي دكتورة كانت؟ يعني هذا أخطر شيء، يعني يتمزق الشريان الأورطي. زين، هني نحن نبغى نتعرف على هذه الحالة والإجراءات الطبية اللي قام بها مستشفى راشد. فمعانا عبر الهاتف الدكتور أحمد سعدات، أخصائي الأشعة بمستشفى راشد. صباحك الله بخير دكتور. صباح الخير دكتور. صباح النور يا هلا. كيف حالك اليوم؟ الحمد لله بخير الله يخليك. طبعا احنا نشيد بجهودكم في إنقاذ الحالات الصعبة جميعا، مو بس هالحالات، ولكن احنا اليوم ان شاء الله بنركز على حالة هذا الشاب اللي مثل ما ذكرنا تعرض لحادث السير أدى إلى تهتك وتمزق في شريان الأورطي. فممكن تعطينا دكتور لمحة عامة عن الحادثة والحال وصل فيها المريض؟ الله يسلمك. هذا شاب إماراتي عمره 18 سنة، أثناء قيادة دراجة النارية في البر اصطدم في مركبة أخرى، مما أدى إلى تعرضه إلى إصابات بليغة في مختلف أنحاء جسده. طبعا تم إسعافه بسرعة لمركز الحوادث التابع لمستشفى راشد، وكان المريض فاقد للوعي وحالته الصحية وعي ترجع. بعد ما دخل عندنا على المستشفى طبعا تم إجراء الفحوصات اللازمة عن طريق الأشعة. بعدها تم اكتشاف تمزق في الشريان الأورطي في منطقة الصدر. بالتالي طبعا بالسرعة تم استدعاء الجراحين الأولية وأطباء الأشعة التداخلية، وقررنا طبعا أن نوضع بالدعامة. الدعامة كانت عن طريق القسطرة باستخدام الأشعة. جميل جميل. دكتورة، الآن حالة المريض مستقرة؟ حاليا بعد ما وضعنا الدعامة وكانت حتى الحالة يعني استغرقت أقل من ساعة، الحين بعد ما وضعنا الدعامة استقرت المؤشرات الحيوية مال المريض. حاليا هو حالته مستقرة، بس يتلقى علاجات أخرى عشان الإصابات الأخرى اللي كانت نتيجة الحادث. أكيد أكيد. أنا أبغي أسأل دكتور هني في مثل هذه الحالات دكتور، يعني هذه ليش نحن حالة نعتبرها حالة خطيرة وتدخلكم كان مميز فيها؟ يعني شو اللي يفرق عن الحالات الأخرى؟ نعم، الحين اللي أبي أشرحه أن الشريان الأورطي هو الشريان الرئيسي الموجود في الجسم المغذي لباقي أعضاء الجسم. هذا الشريان نتيجة الضغط العالي اللي فيه أي تمزق نتيجة طبعا أكثر شيء نتيجة ينهي حياة الشخص. ينهي حياة الشخص، وإحنا وجدنا حسب الدراسات أن من 80-90% من هذه الحالات بالذات المريض يفقد أن يتوفى في موقع الحادث أو يوم يوصل المستشفى. اللي استوى في هذا المريض أن طبعا بعد العناية الإلهية أن أجزاءنا تدخل في الوقت المناسب وموضع الدعام عشان يتوقف النزيف. الحمد لله. الحمد لله، يعني الله كتب له عمر جديد على الأعمار بيد رب العالمين، لكن بمساهمتكم أنتم دكتور. فأنا هني أبغي أتطرق لثلاث مواضيع، اللي هي أولا موضوع الكفاءة الطبية اللي موجودة في مستشفى راشد، اثنين التعاون ما بين مستشفى راشد والإسعاف، وأيضا وجود الإسعاف في هذه المناطق ساهم بشكل كبير في يعني إنقاذ حياة
شاب صغير 18 سنة يعني الله يعطيه طول العمر إن شاء الله ويقوم بالسلامة. ثلاثة دكتور مسألة يا جماعة الخير الدراجات اللي في البر يعني هلا هلا بعماركم ما يستوي هذا الكلام يعني وحادث بدراجة داعم لسيارة أو ممكن يدخل في أسرة أو هذا التهور أو الطيش اللي يكون عند الشباب يعني هلا هلا في عماركم هلا هلا في عيالكم هلا هلا في عيال الناس. صح صح محمود. فهذه مسألة ضرورية أيضا كذلك دكتور. طبعا أكيد تطرق للسؤال الأول. إحنا عنا في حكومة دبي عنا أطباء درجة عالية من الكفاءة والخدمات الصحية اللي نقدمها على مستوى الشرق الأوسط يعني على أعلى درجة. وتطرقا للتعاون طبعا في حالة بالذات التعاون اللي كان بين الأقسام المستشفى ساعد بشكل كبير أن نتخذ الإجراء في الوقت المناسب، كان وقت قياسي أن ننقذ حالة هذه المريض. أما بالنسبة لموضوع الدرجات النارية ترى الفترة حالية هي موسم الإصابات هذه، فإحنا يعني كل سنة نتوقع هذه الإصابات بشكل دوري، خصوصا الإصابات اللي نستقبلها من منطقة البر. فيعني أنا المفروض يكون في تنظيم في مناطق المخصوصة للبر، يكون في مناطق مخصوصة ومناطق أن يكون محظور فيها على أساس أن يكون نقلل عدد الإصابات، ويتم تقنينها يعني بشكل مدروس كذلك دكتور. وايضا انا يعني في اكثر من موقع لاحظت ان هنالك مراكز اسعاف موجوده وطواقم طبيه كذلك تتواجد في هذه الاماكن دكتور، فيعطيكم الف عافيه. الله يعافيك ومشكورين جدا على هذا الانجاز. شكرا لك دكتور. تسلم. كان معنا عبر الهاتف الدكتور ذكريني بس الدكتور أحمد سعدات، عفوا استغفر الله العظيم. واحد يوصل مرحلة من هول الخمر يا محمود. أنا كان تدرين مسألة وايد مهمة يعني الواحد صحيح يا مشان حوادث وقدام عيوننا نشوفها يعني في البر وكذا كلها نتيجة طيش، واحد يدخل الدراجة هذا وداش وقاص البر قص بسرعات عالية تستغربين ومن غير حماية. هو محمود أهم شيء ترى التوعية، إنه لازم لما الناس تبى تركب هالدراجات لازم يكون لابسين اللي يسمونه البروتكشن أو الحماية، دعامات الركب، دعامات المرافق، دعامات للصدر، دعامات للرأس اللي هو الخوذة، هذه تقلل من الضربات اللي تستوي مع الحوادث الدراجات، فهذا جدا مهم. جميل. أنا مع كل هذا السيفتي أنا عندي واحد من أخواني العام نفس الموضوع على ماشي يعني ما كان مسرع تصدقين يعني بس إنه قص مرة واحدة ونجلبت الدراجة وكسر في اليد. هذا خطير الدراجات خطيرة خطيرة. الحمد لله نيت على كذا. الحمد لله. عموما كان معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد سعدات أخصائي أشعة بمستشفى دبي، حدثنا عن حالة إنقاذ شاب مواطن تعرض لحادث سير أدى إلى تهتك وتمزق الشريان الأورطي النازل بمنطقة الصدر. نحن ما زلنا في مجال القلوب وعندنا طبيب جراح قلوب الناس يداويها، عرفته منه طبعا أتكلم عن منه دكتورة؟ الدكتور فهد باصليب. دكتور فهد باصليب استشاري ورئيس قسم القلب بمستشفى راشد، صباحك الله بالخير دكتور. صباح النور محمود. صباح النور أختي الدكتورة ندى، وأشكركم على الاستضافة. يعني بالعكس نحن اللي شاكرين لك وقتك دكتور اللي خصصته لنا. أيضا دكتور يعني أنا قبل أدخل في الموضوع الرئيسي اللي نحن مستضيفينك فيه، لكن أبغي تعليقك على الحالة اللي كانت موجودة في مستشفى راشد. طبعا تمزق الشريان الأبهر يعتبر من الحالات اللي إذا ما تم التدخل فيها بصورة سريعة تؤدي إلى الوفاة. يعني ما في حل ثاني. سبحان الله. تدخل يعني طبعا في السابق كان يتم التعامل مع هالحالات بطريقة فتح الصدر وعمليات القلب المفتوح يعني صحيح. أو فتح صدر لترقيع الشريان هذا، لكن طبعا هو الشريان الرئيسي اللي يغذي الدم للجسم كامل. فلما يحصل التمزق هذا الحين عن طريق تقنية القسطرة وتركيب الدعامات تم السيطرة عليها في وقت قياسي طبعا، وهاي الحمد لله الكفاءة موجودة عندنا إن كان في قسم القسطرة الأشعة التداخلية والأطباء اللي موجودين
فيها يعني هذا يعتبر إنقاذ لحياة شخص. طبعا هذا شيء إنجاز كبير يعني صحيح. كان دنيوي أو أجر من رب العالمين فيها. صحيح نعم. صحيح دكتور، يعني أنا بس على الحالة هذه أتذكر أن كنت أتحدث مع سعادة خليفة بن دراي، كنت أتكلم عن تطورها عندنا في إمارة دبي، وكان يقول لي أن وصلوا مرحلة يحطون طبيب نعم. في سيارة الإسعاف نعم. يعني واحد من الأشياء اللي نتكلم عنها وموضوعنا يعني هاي دائما نتكلم في موضوع الجلطات القلبية، يمكن مو موضوع الحلقة بس أحب أن أتطرق إلى مدام ذكرت الإسعاف وشرطة دبي، اللي هو في عندنا برنامج بين هيئة الصحة شرطة دبي والإسعاف بخصوص مرضى الجلطات القلبية. زين أحيل أخواننا في شرطة دبي أو في الإسعاف من ينذكر لهم مريض قلب يعني على طول، يعني ما شاء الله عليهم مستوين أطباء يعني من كثر المعلومات اللي وصلتهم ما شاء الله. هالبرنامج يعتبر من البرنامج اللي اشتغلنا فيه على مدى سنين طويلة يعني، وحين عندنا مثل خارطة لسكان دبي فيها مواقع مرضى القلب في دبي ما شاء الله. أي نعم، فهاي الخارطة موجودة وفي موقع احنا دائما نسجل أي مريض نقول له سجل في هذا الموقع، الموقع يتبع لشرطة دبي لأن في غرفة القيادة والسيطرة. فالمريض من يتصل موقع البيت يظهر له، أقرب موعد إسعاف يكون حواليه، فإذا احتاج مجرد دراج اند دروب يعني بس تحريك الماوس بدون الاتصال بالإسعاف، الإسعاف يتحرك للبيت لأن الحداثيات بتنزل عنده، يروح على البيت يوصل الإسعاف هناك يعمل تخطيط قلب يرسلنا إياه على المستشفى فيوصلنا المعلومة عن المريض إذا عنده جلطة قلبية قبل ما يوصل للمستشفى، فنكون على تم الاستعداد بإعطاء الأدوية المذيبة للجلطات، القيام بإجراء القسطرة، وها كل لتوفير الوقت لأن احنا نسمي time is muscle أو أن الوقت مهم بالنسبة لعضلة القلب. صحيح. كل ما الدقائق معدودة فكل شيء تفرق في حياة الإنسان نحن عندنا دقائق معدودة تفصلنا عن الفاصل دكتور. فبنطلع فاصل دكتورة وبعد الفاصل إن شاء الله بنستكمل الحوار. شكرا دكتور. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. رجعنا لكم من بعد الفاصل ونكمل لقائنا الجميل مع الدكتور فهد بصليب اللي حدثنا قبل الفاصل عن الحالة الحرجة للشاب المواطن، ونكمل معاه بخصوص قسم القلب في مستشفى راش. حياك الله مرة ثانية معنا دكتور. مرحبا أختي. دكتور، طبعا قسم القلب في راشد هو من الأقسام الكبيرة والمهمة، فبس لو تحدثنا عن قسم القلب في راشد، نوعيته، تجهيزاته، القسم بشكل عام، نعطي فكرة الناس عنه. طبعا القسم ولله الحمد في تطور مستمر بفضل دعم القيادة الرشيدة وبفضل دعم وتوجيهات معالي حميد القطامي. طبعا القسم هناك في خدمات اللي هي خدمات العيادات القلبية بتخصصات مختلفة، ما أصبح بس عيادات قلبية عامة، أصبح في قصور عضلة القلب، كذلك هناك عيادات متخصصة لسيولة الدم. هذا من ناحية العيادات، في الفحوصات اللي تتجرى من تخطيط قلب، فحص المجهود، التصوير القلبي أو ما يعرف بالإيكو أو السونار للقلب، جهد القلب، في فحوصات القسطرة القلبية وتدخل عن طريق القسطرة إن كان في الشرايين أو تبديل صمام القلب، كذلك عندنا التنويم إن كان في العناية المركزة للقلب أو الغرف العادية، والتعامل مع كافة حالات القلب من جميع النواحي. طبعا القلب من الأشياء المهمة، وإحنا دائما نحرص على تطوير القسم لتجهيزه بكافة الأجهزة إن كان من أجهزة أو من كفاءات طبية. من ناحية الأجهزة هناك تغيير كامل لقسم القسطرة، استحدثنا غرفة قسطرة جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة، ويعتبر اليوم من وهناك غرفة ثانية
راح تكون غرفة قسطرة ومجهزة لإجراء العمليات في حالة، وهي إن شاء الله راح تجهز خلال 6 أسابيع من اليوم إن شاء الله. طبعا هذا توسع كبير في القسطرة، هناك في الفحوصات القلبية من ناحية الإكو بعد هناك توسع، وطورناه بأجهزة جديدة من ناحية التصوير ثنائي الأبعاد، ثلاثي الأبعاد، ورباعي الأبعاد بعد، فهي من ناحية الأجهزة. وهناك الحمد لله كفاءات في القسم يعني نفتخر بوجودها معنا. جميل دكتور، ما شاء الله يعني في توسعات كبيرة في قسم القلب. في مبادرة جميلة أطلقتوها اللي هي بنقول اسمها بالإنجليزي وبالعربي، دبي سيفست هارت سيتي، أو دبي مدينة آمنة لصحة القلب. لو ممكن تحدثنا دكتور عن هالمبادرة الجميلة. طبعا هذه مبادرة طموحة جدا دكتور معين فكري، وأنا اشتغلنا عليها بشسمة وأطلقناها في منتدى دبي الصحي اللي كان الأسبوع اللي طاف، ولاقت استحسان كبير خاصة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظ الله وسمو الشيخ حمدان بن محمد، عندما عرضنا عليهم هالفكرة رحبوا فيها كثيرا وشادوا فيها، وإن شاء الله بإذن الله أطلقناها كفكرة، ولكن هدفنا أن هذه الفكرة تطبق، وهناك إن شاء الله ما في شيء يمنع من أن تطبق خاصة إحنا موجودين في دبي. شو هي الفكرة دكتور بالضبط؟ الفكرة طويل العمر إحنا نتكلم عن الناس التوقف القلب المفاجئ في الأماكن العامة أو في بيوتهم. طبعا في هذه الحالات عندما يتوقف القلب مفاجئ ويتعرض الإنسان إلى أو ما يعرف بالموت مفاجئ أو السكتة القلبية اللي تؤدي إلى فقدان الوعي فيتوقف القلب كامل على الحركة، فحتى تنتظر الإسعاف يوصل. طبعا الحمد لله الإسعاف يوصل بسرعة، بس مثل ما قلت لكم في السابق أن الوقت مهم بالنسبة لنا، خاصة إذا توقف القلب صحيح. توقف كامل فينقطع الدم عن كل ومنها الدماغ يعني زين. فالهدف أن يجرى الإسعاف القلبي اللي هو CPR بصورة سريعة جدا، يعني الانعاش القلبي الرئوي، الانعاش القلبي الرئوي أنه يجرى بأسرع هذا. في الوقت الحالي إحنا نتريى لين ما الإسعاف يوصل ويجري هذا، فطبعا فترة الدقائق هاي انقطع الدم صح. فإحنا الهدف أن ندرب أكبر عدد ممكن، ما بشرط أطباء ممرضين، لا إحنا بنحرص على تدريب العامة، أفراد المجتمع. أفراد المجتمع اليوم عندنا تقريبا مسجل عندنا تقريبا 30,000 شخص متدربين على الإسعاف القلبي الرئوي. الهدف نوصل إلى 100,000 شخص من الناس العامة، وخاصة من الناس اللي عندهم أقارب مصابين بأمراض القلب. توزيع جهاز الرجفان اللي هو اللي يعطي الصدمات الكهربائية لإنعاش القلب موجود 1500 جهاز متوزع في دبي. حسب الدراسة اللي أجريناها نحتاج إلى 10,000 جهاز موزع بصورة حسب وين مواقع الناس الجغرافية. فهنا إذا توزع الأجهزة حصلنا قدرنا ندرب أكثر من 100,000 شخص. هناك تطبيق ينزل على التلفونات الذكية، الموبايلات، الهواتف الذكية. التلفون هذا بيكون مجهز، بننصح الناس أنه ينزل هذا الأب على التلفون، مجرد أنه يشوف مريض تعرض إلى توقف القلب الدماغي قدامه بضغطة زر راح يعرف الخطوات كلها اللي المفروض يسعف فيها. لا ما بيعرف، لا هو بهالضغطة الزر راح يبين له وين أقرب مسعف، أقرب شخص عنده شهادة إسعاف قلبي رئوي، وين أقرب جهاز، بالإضافة إلى مسج راح توصل للإسعاف، مسج راح توصل للمستشفى ممتاز. وراح يتبين وين وين موقع هذا المريض، فالإسعاف راح يتحرك. الشخص نفس خدمة الأوبر تاكسي زي نفسها بس لصحة القلب. فالشخص اللي بيكون مدرب مسعف أقرب شخص راح توصله مسج إنه والله في شخص موجود يحتاج إسعاف، ممكن يكون قاعد في مطعم ويكون الشخص هذا في نفس المطعم موجود صحيح. أو في مول أو شيء، والجهاز راح يبين له، راح توصل له رسالة. طبعا هاي خدمة تطوعية وقلنا الخدمات التطوعية بنفسها تعطيك أول الحلقة كنت أتكلم على موضوع التطوع دكتور في هذا المجال. فهذه يعني وصراحة ناس كثير رحبوا بالفكرة وقالوا إحنا مستعدين نكون على
على متطوعين في هالشغلة وناس من القيادة بعد يعني. فاحنا فخورين بهالشيء. دكتور أنا باخذ مداخلة من أم خليفة. أم خليفة تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. هلا أم خليفة تفضلي. صراحة جزاكم الله خير أولا على البرنامج. وأنا اليوم اتصالي بس حاب أشكر كل فرد هيئة الصحة في دبي على الخدمات اللي نحن سنحصلها. وسبحان الله بعد رب العالمين الواحد يحس بنوع من الاطمئنان أن الحمد لله رب العالمين عايش مجتمع صحة مكفولة والحمد لله رب العالمين وناس على نقدر نقول أكثر الكفاءات تبارك الرحمن وأحسنها موجودة عندنا. شكرا. وأنا أتمنى أن ما يكون يعني هذا المدح في وجهكم يعني لكن لأنه لازم هذا يوصل للجميع. وأنا كأم يعني أفرح لما أشوف التكنولوجيا بهالطريقة تطور هذا وصلنا له. وأتمنى كل فرد في المجتمع يكون متطوع في هذه البرامج اللي أنتم تعرضونها. طول عمرك. وأنا أتمنى من كل فرد في هذا المجتمع أن تكون عنده هذه الطاقة الإيجابية اللي موجودة عندك أم خليفة واللي حقيقة أكيد يعني اللي يسمعونا من العاملين في هيئة الصحة حاليا يعني هذه الرسائل تشكل عندهم دافع كبير. يعني وبعدنا ما نوفيهم حقهم أخوية. أي والله صح. أخوي محمود ما نقدر نوفيهم حقهم من أصغر عامل من نقوله مش على درجة الدرجة الوظيفية من عندي سكرتي اللي هو عند الباب واقف. صادقة. لين أكبر شخص في الهيئة الخدمات اللي يقدمونها ما تتم. صحيح. لما الحمد لله أكون الحمد لله عايشة في اطمئنان إن بقربي مركز صحي يقدم لي خدمات وأقدر في أي وقت أستفيد عندي طوارئ عندي الحمد لله نعم تستجوب الشكر. شكرا لك أم خليفة. شكرا لك على الرسالة الإيجابية. هذه أفضل رسالة إيجابية أنا سمعتها اليوم. يعني ما حد يطلع ويشكر حتى شو أنت ذكرتي الموظف البسيط. إحنا يعني إحنا يهمنا ممكن أنا كطبيبة أو ممرض يينا شكر ولكن حتى شو أنت شكرت الموظف البسيط. وأشكر لك جدا رسالتك الإيجابية هذه وصدقيني أثرت في كثير من الموظفين هاي اللي يسمعون برنامج صحة وسعادة اليوم. شكرا لك. جزاكم الله خير. شكرا لك مداخلتك أم خليفة. حياك. صراحة هاي الرسالة الإيجابية تعطينا دافع للعمل أكثر. صحيح. أنا شفت حتى الدكتور يعني وانت تسمع المداخلة حاس إن صراحة يعني هذه الأشياء تعطي الإنسان دافع إنه يعمل أكثر ويحس إن أي شيء يسويه بعده ما وفى بلاده. صحيح. حقها. صحيح. والدكتور يعني للأمانة العمل اللي أنتم تقومون به كأطباء خاصة طبيب القلب زين طبيب القلب خلاص إنقاذ حياة ما يعني إذا وصل لك مريض يكون ما بينه وبين لا سمح الله الموت شعرة. نعم. لما يوصلكم فهذه المبادرات اللي أنتم تقومون بها وهذه الجهود الكبيرة اللي تقومون فيها أكيد لها وزنها وأيضا تشكل عند المريض نفسه نوع من العلاقة الحميمية بينه وبين الدكتور. نعم. بغض النظر عن أطباء الأسرة ها تكلم عن أطباء القلب. والله شوف أخوي محمود كل فرد في المجتمع له دوره. صحيح. يعني هاي المبادرة اللي احنا نتكلم عنها اللي دبي سيف هارت سيتي أو سيفست هارت سيتي أو الأكثر أمانة من ناحية القلب ما بيكون الدور بس فقط على الأطباء والتمريض والأشياء هاي. أكيد احنا أكيد. نبغي المجتمع يكون منخرط في هاي المبادرة لأن في اليوم هذا أنت تدريب على الإسعاف القلبي الرئوي زين تنقذ فيه حياة والتدريب هذا ما ياخذ غير عدة ساعات. صحيح. وتكون مؤهل أنك تنقذ شخص. على فكرة يعني هاي التجربة في مدينتين في العالم طبقوها اللي هي كوبنهاجن وسياتل في أمريكا. جميل. طبعا معروف طبيا إذا الإنسان توقف قلبه بشكل مفاجئ في مكان عام فرصة أنه ينجو من هذا 5% ما صحيح. تتعدى 5% ل10% لكن بتطبيق هالتجربة وصلوا إلى أن فرصة الحياة طبعا بأمر رب العالمين وصلت إلى 60 و65%. ممتاز ممتاز. طبعا إحنا طموحنا أنا مثل ما قلت لشيوخ طبعا طموحنا مو بأنه بس فقط أن نوصل لهالمستوى يكون أفضل من كذا. صحيح. يعني وأن نكون المجتمع كله يشاركنا في هذه لأن شيء مهم جدا ومبادرة إن شاء الله نطمح إن قبل إكسبو 2020 يكون وصلنا إلى الهدف اللي إحنا نبغيه بإذن رب العالمين. وطبعا هذا ما بيكون إلا بانخراط المجتمع في هالمبادرة كشراكة
بالتدريب والتطوع في هالعمل. وين يتوجهون دكتور؟ كيف طبعا احنا ان شاء الله باذن الله احنا حين بدينا ان في عندنا اجتماعات سابقه وحين انا طالع من عندكم عندي اجتماع بعد بخصوص هالشيء في ان كيف اول شيء لابد ان يكون في هناك شراكه استراتيجيه بين هيئه الصحه بين الاسعاف بين جهات مختلفه في اماره دبي لتطبيق هذا. هناك كذلك تعاون أحب أنوه أن في شركة فيليبس المنتجة للأجهزة هذه بعد في دعم منهم لهذه المبادرة في إسعاف دبي مرحب بهالمبادرة. فحين في طور فرق العمل احنا طبعا عندنا بعد في القسم حملات توعوية نقوم فيها كل 3 شهور منها يوم القلب العالمي نتوجه لكن على مدى السنة عندنا توعية بأمراض القلب والأشياء هاي. أمس طلبت من التيم اللي عندنا في الفريق الطبي وطبعا أعمالهم هاي بعد أعمال تطوعية إن ندخل خدمة الإسعاف الرئوي القلبي في حملات التوعية. طبعا خلال حملات التوعية إذا رحنا على شوبينج مول أو حتى سكن العمال ترى احنا نوصل في كل مكان في هالأماكن راح يكون فيه توعية بالنسبة لكيفية إجراء الأشياء هذه. جميل. فالعمل بدأ خلاص يعني من أول يوم بدينا في المبادرة بدينا في بالخطوات التفعيلية. جميل. بس عشان نفل انتباه اللي يستمعونا دكتور أهمية أن يكون إنعاش القلبي الرئوي من عامة الشعب ما يكون فقط الأطباء. نعم. لأن شافت الدراسات أن معظم الناس لما تيهم الأزمات يكونون يروحهم أو مع حد من العائلة. نعم. فعشان شي إحنا دائما دكتور فهد ركز إنه نبا عامة الشعب تشترك نبا الناس يعني أنت حط في بالك إذا سمح الله يوم الأيام أخوك أو أبوك أو أمك يتهم أزمة قلبية وأنت في البيت وأنت غير مدرب فأنت إذا كنت مدرب تستطيع إنقاذ الحياة. مثل ما قال دكتور إحنا يعني حتى في الأزمات القلبية الدقيقة الوحدة تفرق في صحة عضلات القلب. فإحنا من هالمنبر شجع الجميع أنهم يشاركون ويتطوعون لإنقاذ أحبائهم أولا وثانيا العمل التطوعي يزيد من الصحة الدماغية لعمر فوق 50 مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة. جميل. أيضا دكتور أنا أبغي أركز على أهم الأعراض. أنت تكلمت عن أن هنالك يعني أعراض للأزمة القلبية فخلنا نتعرف على أهم الأعراض الواحد لازم ينتبه له وهو موجود ويعرف أن هذا الشخص اللي قدامه ممكن يعاني من هذه الشغلة أو أنه هو نفسه الشخص يحس بعض المؤشرات اللي المفروض أن خلاص يتصرف يتصرف بالإسعاف ويحاول. سؤال مهم لأن معظم هذه المرة اللي استطوعنا التوقف المفاجئ للقلب ما صار مفاجئ ترى هم كان عندهم أعراض بس تجاهلوها أو أهملوها. طبعا من أهم الأعراض للجلطة القلبية أو أمراض القلب عامة اللي هو الألم في الصدر خاصة في الجهة اليسرى ولكن لا يمنع أن يكون في منطقة الوسط أو في المنطقة اليمنى بعد يكون دائما اللي هو الوصف الكتاب حسب ما يقولونه أنه يكون بصورة المريض يوصف أنه والله أحس بطابوقة عصبي. يعني هاي من الأعراض الكلاسيكية أو التبكة اللي احنا نسميها والألم ممكن ينتقل مع التنميل إلى اليد اليسرى أوكي أو إلى منطقة العنق مصحوب صعوبة في النفس تعرق خفيف إحساس باللوعة هذه طبعا الأعراض الكلاسيكية اللي احنا نسميها. فطبعا إذا المريض حس بهالأعراض ننصحه بالاتصال بالإسعاف على طول حتى ما يقود سيارته. صحيح. زين لأنه ممكن وهو يقود سيارته يتوقف القلب هناك صعب إنه يسعف يعني طبعا. صحيح. دكتور ذكرتني والله بحالة واحد الشباب نفس الموضوع هاي الأعراض زي هو يمشي شو سوى دكتور شو توقعين؟ قال أنا الحين كان يعطي مشروب طاقة. لا إله إلا الله. أقسم بالله إن الله كتب له عمر جديد هذا الإنسان يعطيه مشروب طاقة قال عشان تنشط. أحط جاز على النار يعني. سبحانك يا رب يعني شلوه بالإسعاف وتلاحقوا عليه. الحمد لله. نعم. الحمد لله. أيضا دكتور يعني نبغي بس تكلم ككلمة أخيرة تبغي توجهها للمجتمع تبغي يعني تحدثنا عن هذه المبادرة تحث الجمهور على الاشتراك في هذه المبادرة ونحن إن شاء الله بنشارك فيها بعد الحلقة بنشوف شو الآليات إن شاء الله بإذن الله وتعلموني كيف أنا أعطي إبر.
محمود تنقذ الحياة ما تعطي إبر، هذا بس أوبشن الدكاترة. طبعا أول شيء إحنا دائما نركز الوقاية، زين الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية. جميل. طبعا من ناحية الوقاية أول شيء أسلوب الحياة الصحي، الأكل الصحي، نمط الحياة الصحي طبعا مهم، الرياضة، عدم زيادة الوزن، ترك التدخين، الكشف الدوري، هاي من الأشياء المهمة. طبعا بخصوص المبادرة هذه يعني هي مبادرة تعتمد على تطوع المجتمع فيها. مجتمعنا ما يحتاج أي شيء إن نقول له والله تعال تطوع، يعني إحنا من مجرد ذكرنا هالكلمة صحيح. ناس كثير ما تتخيل محمود إن الكمية الاتصالات أو كمية الناس اللي حابين يتطوعون في هالمبادرة. فإن شاء الله بإذن الله بنوافيكم بالتفاصيل، مجرد أن نتفق على خطة العمل، خاصة بعد ما حصلنا المباركة من صاحب السمو. جميل. الله يوفقكم يا دكتور. دكتور فهد باصليب استشاري ورئيس قسم القلب في مستشفى راشد، نحن شاكرين لك هذا التواجد، من لكم التوفيق وشكرا جزيلا لك. شكرا لك دكتور. جزاكم الله خير، الله يحفظكم، مشكورين. شكرا دكتور. إذن دكتورة ندى، أنت عندك موضوع تي اختزليلي في دقيقة أو دقيقتين، موضوع صغير بس موضوع يهم المستمعين. محمود بس ارجع الناس أو المتعاملين يروحوا مراكزنا الصحية في فترة الانتظار. طبعا الهيئة وفرت لهم واي فاي فري عشان يشبكون على الشبكة ويقرون كتب جرايد، ولكن بتزامن مع عامل القراءة هيئة الصحة وفرت في معظم المراكز الصحية كرسي للقراءة. الكرسي جدا مريح، بتلاقي مكتوب عليه كلمة اقرأ، وعلى الطرف الثاني محطوط فيه كتب وفرتها هيئة الصحة. زائد إذا في حد عنده كتب مفيدة في حالة جيدة يعطيها لإدارة المركز، إذا شافت إنها محتواها مناسب ممكن تنحط في كرسي القراءة، بالتالي تستغل وقتك في شيء مفيد، تقرأ شيء مفيد في ساعة أو نص ساعة تنتظر فيها دخولك على الطبيب. فشجعكم على القراءة، وهذه مبادرة جدا جميلة من الهيئة. دكتور أنا إذا بتضيفون على هذا الاقتراح، ممكن تعطون المراجعين إمكانية استعارة هذه الكتب، لأن مهما كانت الفترة طويلة واحد بيبلش في كتاب ما بيخلصه دكتور، يعني كل ما بيحصل نفس الكتاب بتكون صعبة شوية، فليش ما تسوون هذه المسألة يستعير هذول البيانات، بيانات المراجعين عندكم كاملة، أرقام تليفوناتهم وكذا وغيره، على المراجعة القادمة يرجع الكتاب إن شاء الله. ناخذ اقتراحك بعين الاعتبار يا محمود. شكرا جزيلا دكتورة. شكرا لك يا محمود. يعطيك العافية. وشكرا لك أن تحدثت عن هذا الموضوع، موضوع الكرسي ديزاين حلو بعد أنت ذكرت مكتوب عليه اقرأ. صحيح. وشي قرف عودل ومريح جدا ترى محمود، تجلس عليه جدا مريح، ما تحس بالوقت وانت جالس عليه، يعني واحد ممكن ينام وهو يقرأ. والله ممكن، وايد مريح الكرسي. لكن هاي خالف الهدف الأساسي من الكرسي يعني. زين، أنا أتمنى إن شاء الله، يعني أنا الكرسي أنا ما أعتقد المريض ممكن يقعد ويقرأ، لأنه اللي فيه كافي، فالمرافق ماله ممكن يقرأ ويستمتع أكثر. صدق الله واحد مريض يعني تعبان عشان ينسى المرض، ينسى المرض. ينشغل، ينسى المرض. عموما نحن نشجع على القراءة، لأن الواحد يسمون القراءة غذاء الروح. صحيح. ونحن ميثة خلاص حواجبها ارتفعان، يعني الحلقة خلصت. عموما وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد. أنا أتوجه بالشكر الجزيل لضيوفنا الكرام اللي كانوا معنا في الحلقة، وأيضا كل الشكر لك دكتورة ندى. شكرا لك يا محمود. إذن نشكر طاقم، نشكر شكرنا في يستاهلون مرة ثانية. نحن شكرنا محمد الصفار، حلو يعني. ما شكرنا ميتة، زعلت علينا. نشكرها ميثة بن بيات، شكرا جزيلا. حمد المعيوف شكرا، وأيضا الشكر كذلك لكم مستمعين الكرام على رسائلكم الإيجابية، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد مع حلقة جديدة ومواضيع أخرى تهمكم. تقبلوا تحياتنا في الاستوديو، كان معكم من خلف الميكروفون دكتورة ندى الملة وزميلي محمود يوسف، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.